not only حاجة حلوة نتفرج عليها, بس هي عبارة عن ثيرابي وعلاج كل حاجة, بيشفي كل حاجة. لو احنا شفنا الألوان اللي الولاد عملتها واستخدمتها هنحس ان الولاد دي فعلا الحمد لله ربنا شفاها, وولاد بقت سعيدة جدا. فده معناه ان ربنا كرمنا ان الأولاد المستشفى الناس عالجتهم النهاردة هم بيتمتعوا بحالة صحية جيدة وحالة نفسية جيدة. بشكر مبادرة دكان القلوب, وإن شاء الله البرودكتس تكسر الدنيا. هم هيستخدموا الرسومات دي في فرنتشر بيسز, فإن شاء الله بإذن الله كلنا نشجعهم. وروني حاجات, الأفكار هتبقى حاجات جامدة جداً.